لو احنا طبقنا نفس الكونسبت بالظبط على الديفرنشيشن، على فكره الديفرنشيشن والانتجريشن هما الاثنين مور اور ليس يعني هما لازم يكونوا لينير اولا، وهما الاثنين فعليا اكني بتكلم على الفانكشن نفسها مش بتكلم على ان في اي فانكشن ابلايد عليها. ففعليا انا بتكلم هنا على اللابلاس بتاع اف يعني اف اوف تي دي اف اوف تي باي دي تي، هو عباره عن اس اف اوف اس ماينس اف اوف زيرو. اوكي، فبيسك نفس الكلام برضه، هناخد الحاجه اللي موجوده هنا ونحطها جوه الانتجريشن بتاع اللابلاس ترانسفورم ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي، فاللي هيحصل كالاتي، انا دلوقتي اللي انا ممكن اعمله ان انا يعني بيسكلي هعمل هنا يعني في الجزء ده كده انتجريشن باي بارتس. اوكي، فهيبقى عندي الانتجريشن بتاع الاولانيه الفانكشن الاولانيه مضروب في الفانكشن الثانيه زائد الانتجريشن بتاع الفانكشن الثانيه اوكي مضروب في الفانكشن الاولانيه. اوكي، فهيطلع لي في الاخر في تو تيرمز، وتو تيرمز هنا هابلاي عليهم الليميتس بتاعتي اللي هي من 0 لغايه انفينيتي. الجزء الاولاني ده لو بصيت عليه كده عوضت من 0 لغايه انفينيتي، انفينيتي هنا معنى كده ان اي تو ذا ماينس اس تي دي هتبقى بزيرو، فمعنى كده عند الانفينيتي تبقى الكلام ده بيبقى بزيرو. لو زيرو عوضت تي بتساوي زيرو هيبقى اي تو ذا ماينس اس زيرو دي هتبقى بواحد مضروبه في اف اوف زيرو. بس هنا طبعا عشان ده الليمت التاني اللي هو الليمت اللي تحت يبقى معنى كده هيبقى نيجاتيف، هيبقى الكلام ده القيمه بتاعته ناقص اف اوف زيرو. لو انا بصيت على الترم اللي موجود عندي هنا ده هلاقي ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن بيسكلي اس مضروبه في الفوريه ترانسفورميشن بتاع ايه؟ اللي هو الاف اوف تي بتاعي. اوكي؟ فمعنى كده عباره عن اس اف اوف اس ماينس الاف اوف زيرو اللي جاي لي من الترم الاولاني دوت. اوكي؟ فمعنى كده ان فعلا احنا اثبتنا دلوقتي ان الديفرنشيشن بيطلع لنا في الاخر الايه؟ الترم اللي بالشكل ده. لو انا بتكلم على فانكشن لها زيرو انيشال كونديشن يبقى معنى كده ده ما يكونش موجود خالص، اللي هو اف اوف زيرو ده ما يكونش موجود، ويبقى عندي الايه؟ يبقى عندي الجزء بتاع اس اف اف اس ده بس هو اللي يكون عندي. طبعا الكلام ده هيبقى مهم جدا، الجزء اللي بتكلم عليه ده مهم جدا لما بتكلم على ان انا عندي ديفرنشال ايكويشن مثلا عايز احسب لها لابلاس ترانسفورم. لو انا بتكلم على لينير ديفرنشال ايكويشن وذ كونستنت كوفيشنتس ولها زيرو انيشال كونديشنز اللي هي زي ما احنا كنا قلنا قبل كده اي لينير تايم انفيرينت سيستم بيتحط بالشكل ده، يبقى معنى كده انا دايما هاسيوم ان الجزء بتاع اف اوف زيرو ده هيبقى بيساوي زيرو. فمعنى كده ان انا هلاقي ان اي ديريفيتيف لل يعني اي فيرست ديريفيتيف مثلا هيبقى اس اف اوف اس، السكند ديريفيتيف هلاقي ان هو عباره عن اس في اس اف اوف اس، الثيرد ديريفيتيف هيبقى عباره عن اس في اس في اس في اف اوف اس، يعني اس اس 3 في اف اوف اس. اوكي، فلاقي نفسي بعد كده هقدر احول اي ديفرنشال ايكويشن ان تيرمز اوف الجبريك بولينوميال اوف از ا فانكشن اوف اس.